دخل مباراته المتأخرة أمام اتحاد البوليدة من دون حارسه الأساسي محمد غالم بسبب تأهيله في اتحاد البوليدة. المباراة لم ترقى إلى المستوى المطلوب في أول بين الفريقين. إذن محمد غالم الغائب عن هذه المباراة، عوضه الحارس الشاب بن زيدان، هو الذي حرس مرمى فريق ريد القبة في هذه المباراة التي لم نشاهد فيها أشياء كثيرة ما عدا هذه المحاولة من يحيى الشريف لكنها بعيدة لاتحاد البوليدة بهذه المخالفة من شبيرة لكنها فوق إطار مرمى بن زيدان. ثم محاولة أخرى ولكن الحارس طوال في المكان المناسب. آخر فرصة في الشوط الأول من جانب ريد القبة وراسية يحيى الشريف سيدالي بعيدة. الجمهور القبي لم يفقد الأمل في فريقه وواصل دعمه في الشوط الثاني، وكاد ريد القبة الوصول إلى شباك حسان طوال. بعد هذه الكرة يحيى الشريف وجها لوجه يسدد والقائم ناب عن الحارس حسان طوال، لكن رد اتحاد البوليدة جاء سريع عن طريق أزيشال، وهذه التسديدة بعد المراوغة أزيشال يوز والحارس بن زيدان في المكان المناسب، ثم الدفاع يبعد الخطر. ريد القبة وصل إلى مبتغاه بعد هذه الكرة من دندن على الجهة اليمنى، يراوغ يوزع باتجاه البديل بسعيد وبراسية محكمة يحرر الألاف من الأنصار مباشرة في شباك الحارس حسن طوال. التوزيعة رائعة سي أروع من أمين بسعيد في الدقيقة 82. ثم بومسونغ كاد يفعلها من جانب اتحاد البوليدة بهاته الراسية لتنتهي المباراة بفوز ثمين لريد القبة وثلاث نقاط إضافية أبعدته عن مؤخرة الترتيب مؤقتاً.